بالنسبة للترانسفورمر باور ريتنج، اتكلمنا في الجزء الأول وقلنا إن القدرة الداخلة لملفات البرايمري مساوية للقدرة الخارجة من ملفات السكندري باستثناء جزء طفيف جدا بيبقى فاقد. طيب ازاي احنا بنحسب الباور بتاع الترانسفورمر؟ طبقا للقانون اللي هو معروف اللي هو الفولت امبير او الكيلو فولت امبير بتساوي الاي اللي هو التيار ويقاس بالامبير مضروب في الجهد ويقاس بالفولت ومقسوم على 1000. الالف دي ليه؟ علشان احنا عندنا هنا بالكيلو الفولت امبير بيساوي الفولت امبير بيساوي الامبير في الفولت الاي في الاي. طيب ده بالنسبة للسنجل فيز. بالنسبة للثري فيز الكيلو فولت امبير بيساوي الامبير في الفولت او الفي في جذر 3 عشان الثري فيز ومقسوم على 1000 برضو عشان خاطر الكيلو. طيب احنا ليه احنا بنستخدم هنا وبنوصف الفولت امبير وايه هو ليه ما بنوصفهاش بالوات وهل هو ده حاجة مختلفة عن الوات؟ علشان نعرف كده لازم نعرف أنواع القدرة. عندنا ثلاث أنواع من القدرة وهي الأكتف باور واللي احنا كلنا عارفينها وبيقاس بالوات أو بالكيلو وات، والقدرة اللي هي الظاهرة أو اللي هي بتجينا من المنبع بتاعنا اللي هي تعتبر القدرة الكلية واللي هي بتقاس بالفولت أمبير أو بالكيلو فولت أمبير بمرزلة الرمز S، بينما الكيلو وات أو الأكتف باور بيرسمناها بالرمز P. طيب في قوة تالتة اللي هي الرياكتف باور. القدرة دي هي القدرة الغير مستخدمة أو القدرة الغير فعالة أو القدرة اللي هي دايما بتضيع مننا ولها أسبابها طبعا اللي هنتعرض ليها، وهي دي ما بنستفدش منها بأي حاجة، ودي بتسبب لنا ان احنا بندفع فلوس للقدرة الظاهرة كلها، بندفع لها فلوس بينما ان احنا اللي بنستفيد منها الحقيقية اللي احنا بنستخدمها هي الاكتف باور، بينما الرياكتف باور طاقة غير فعالة ما بنستفدش بيها. طيب احنا عارفين ان اساسا تصنيع الكهرباء زائد فضلا ان هي بتخدم صناعات وبتعمل نهضة صناعية، لكن في النهاية هي عملية تجارية، حكومة أو شركة كهرباء بتولد كهرباء وبتبدأ إنها تبيع الكهرباء ديت، فهي لما بتبيع لنا الفولت أمبير القدرة الظاهرة. لما احنا بنيجي بنستخدم الأكتف باور بس وبتبقى أقل من القدرة الظاهرة لأن بيبقى فيها فقد وبيبقى فيها طاقة مهدرة اللي هي الرياكتف باور. طب بيجي منين الرياكتف باور؟ علشان نعرف العمليه ماشيه ازاي نرجع للباور تريانجل او مثلث القدره. مثلث القدره عملوه وقال لك ان الضلع الكبير ده هو اللي بيمثل القدره الظاهره بتاعتنا. طيب بينما الوات اللي احنا عارفينها او الكيلو وات او القدره اللي هي الريل باور القدره الفعاله اللي احنا بنستخدمها هي دي بيساوي الفولت في الامبير مع حاجة اسمها كوساين فاي. طيب هنعرف. بينما القدرة غير الفعالة اللي هي مهدرة الرياكتف باور اللي هي بتساوي الفولت والتيار مضروب في الساين فاي. احنا مش هنخش في المعادلات كتير مع ان في اثباتاتها وفي، لكن احنا هنحاول ان احنا نبسط الامور. قال لك يعني انا دلوقتي الضلع ده كله هو الطاقة، يعني نصوره او نمثله بالطاقة المهدرة. طب لو احنا يعني قللنا النقطة دي وبدأنا ان احنا نضغطها لحد ما نوصل النقطة دي لحد النقطة ايه، يبقى في الحالة دي هتختفي، مش هيبقى عندنا طاقة مهدرة، وفي الحالة دي الفولت امبير هنا او القدرة الظاهرة هي هتساوي القدرة الفعالة، لان هيبقى خلاص دي وصلت للنقطه دي، فالضلع ده هيساوي الضلع ده. طيب معنى كده ان يعمل زاويه كده ويبدا الطاقه المهدره او القدره غير الفعاله تكبر، بتعمل هنا زاويه. مع الاثباتات للقوانين ومع كل ده اصبح ان الزاويه دي سموها الكوساين فاي بتاعتها سموها معامل القدره اللي هي الباور فاكتور.
ودي بتلاقيها موجودة على المواتير على طول، وبتبقى حتى لما نيجي نحسب الطاقة بتاعتنا اللي احنا بنستهلكها لازم نضرب الكوساين فاي او معامل القدرة الباور فاكتور في الابيرنت باور او الفولت امبير، يتضرب دي في دي، يبقى عشان احنا نحسب حساب الوات بتاعنا او القدرة الحقيقية بتاعتنا بنضرب الفولت امبير اللي هي دي بنضربه في الكوساين فاي، واللي هو عادة بيكون أقل من واحد، وبالتالي بيبقى الوات دائما أقل من القدرة الظاهرة. طيب عشان نوضحها أكتر لازم نحسبها بالفلوس. أنا عندي قدرة بستهلكها، قدرة فعلية حقيقية بستهلكها هي 85.4 كيلو وات. طيب إيه اللي عندي أحسن؟ ان انا ادفع لل 90 كيلو فولت امبير، ما دي اللي انا بدفع لها فلوس، الفولت امبير هي دي اللي انا بدفع لها فلوس، لما اكون ادفع لل 90 كيلو فولت امبير ولا ادفع لل 122 كيلو فولت امبير؟ اكيد لما اجي ادفع لل 90 هيكون اقل في الفلوس، ما هي كده في كده كده في قدره مهدره، في قدره غير فعاله بيبقى داخله معايا، فلما لكن ال 90 اقرب لل 85.4، يبقى في الحالة دي ان انا القدرة الغير فعالة عندي مش هتبقى كتير، وبالتالي لما انا ادفع 90 للتسعين كيلو فولت امبير ادفع لها فلوس هيكون اقل لما يكون 122 كيلو فولت امبير. طب ازاي بتيجي بقى 122 كيلو فولت امبير وازاي بتيجي 90؟ فادي مثلث القدرة عندي، دي القدرة الحقيقية اللي هي عملالي 85.4 كيلو وات. المثلث الاولاني في حاله لما يكون عندي الباور فاكتور اللي هي الكوساين فاي 95 من 100 او 0.95. انا قلت في من شويه ان كل ما قربت للواحد كل ما قربت للواحد كل ما الضلع ده ضم على الضلع ده، وانا خلاص اللي انا بستهلكه من الوات هو اللي انا بدفعه. لكن لما يجي يحصل عندي قدره مهدره شويه فبالتالي بيبقى مثلا قلت شويه، يعني قلت 5 من 100، قلت 5 من 100. طيب ايه بتيجي ازاي؟ يبقى عندنا هنا هو الكوساين فاي داش او شرطه ابوستروف مع القدره غير الفعاله اللي هي دي والقدره الظاهره اللي عندي هي دي. طيب في الحاله الصغيره لما يكون عندي قدره مهدره او قدره غير فعاله بسيطه، يبقى في الحاله ديت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا دفعت لل 90 كيلو فولت امبير ودفعت فلوس قليله، يعني ما دفعتش كتير. طيب لو جت الطاقه المهدره او القدره غير الفعاله زادت، لما تزيد الزاويه ديت زادت عملت لي 0.7، بعدت عن الواحد، وكل ما تبعد عن الواحد بيبقى الطاقه المهدره كتير، وبالتالي تعمل لي ال 122 كيلو فولت امبير، ويبقى اللي عندي الطاقة غير المهدرة بقت عملت دي زائد دي، عملت في الحالة الزيادة ديت عملت 56 كيلو فولت كيلو فار، لأن هي بتخص بالكيلو فار، والداش اللي هي الأولانية 28. يعني لما زادت القدرة غير الفعالة زادت 56 كيلو فار، يعني أكلت من دي، زودت عليا فلوس بدون ما أنا أستفيد بيها. هي ديت العلاقة بين القدرة الظاهرة والقدرة غير الفعالة والقدرة الحقيقية اللي أنا بستخدمها. فكلما قللت استطعت إن أنا أقلل القدرة غير الفعالة وحسن من الباور فاكتور بتاعي وخليه قريب من الواحد، يبقى في الحالة دي إن أنا بوفر فلوس عليا وبوفر طاقة وما بهدرش طاقة كتير. هي دي كل العملية. طيب ايه اكتر حاجة بتسبب وجود الرياكتف باور، الطاقة غير الفعالة دي؟ اللي هي اكتر حاجة بتسبب الطاقة غير الفعالة اللي هي الترانسفورمرز، لان بيبقى فيها ملفات كتير، والملفات الكتير بتسبب فقد كتير في الطاقة، زائد ان بيبقى فيها كور برضو بيعمل فقد في الطاقة. تاني اكتر حاجة بتسبب الرياكتف باور بتخلي فيه طاقة مهدرة كتير اللي هي الاندكشن موتورز اللي هي المواتير الثري فيز. تالت اكتر حاجة اللي هي شدة الانارة العالية. بعد كده بيجي ماكينات اللحام. بعد كده بيجي الافران الكهربائية.
اللي فيها ملفات كتير، واخيرا الباور ريكتيفايرز. يبقى احنا عرفنا الباور فاكتور وعرفنا الكوساين فاي اللي هي الزاويه ديت او كوساين الزاويه ديت، وعرفنا ان احنا لما نيجي بقى نحسب الاكتف باور اللي هي الكيلو وات بتاعنا، يبقى لازم نضرب الفولت في الامبير في الكوساين فاي بالنسبه للسنجل فيز، ولما بيبقى فيه الثري فيز بنزود على الموضوع ده جذر 3 اللي هو 1.73%. لما بيبقى 3 فيز، طيب احنا عرفنا كل دوت ولسه ما وصلناش ليه بنوصف الترانسفورمر بالفولت امبير وما بنوصفهوش بالوات. ما احنا شرحنا كل اللي فات ده عشان في النهاية نوصل ان اللود ده بيبقى طاقة متغيرة. يعني احنا عندنا طاقة متغيرة سواء بيحصل فيها عملية ان هي بيبقى فيها رياكتيف باور بيضيع مننا وبيهدر مننا، او بيبقى اللود كمان بيتغير. انا ممكن ان انا اخفف احمال ازود احمال، فبالتالي التيار معايا بيطلع وبينزل على حسب استهلاكي للطاقة. فاذا هل يصح ان انا اوصف الترانسفورمر بلود يعتبر متغير وبيعتبر بيبقى اما ان هو بيبقى عالي قوي او في الفول لود بتاعنا، او ان هو بيبقى قليل قوي في حاله ان انا مش بشغل وفاصل احمال. يبقى في الحاله ديت لازم اوصف الترانسفورمر بالطاقه الكامله اللي هي القدره الظاهره بتاعتي اللي هي بالفولت امبير اللي احنا قلناها. يبقى الفولت امبير الطاقة الظاهرة القدرة الظاهرة بتاعتي اللي هي بتجيني من المنبع، يبقى دي اوصفها. وما اقدرش ان انا اوصفها بطاقة دائما متغيرة وفيها طاقة مهدرة. ويبقى لو عندنا مثال ان احنا عايزين نحسب قدرة بتاعت الترانسفورمر، يبقى لازم ان احنا نحسبها ونوصفها بالكيلو فولت امبير، ونبدأ ان احنا نحسبها وملهاش علاقة بالباور فاكتور خالص ولا الكوساين فاي ولا اي حاجة. احنا نحسب بس لما يبقى عندنا استهلاك فعلي، عايزين نطلع الاستهلاك الفعلي. يبقى في الحالة دي نبقى نحسب بعيد عن الترانسفورمر ونشوف التيار بتاعنا قد ايه، ونشوف الفولت بتاعنا قد ايه، ونضرب التيار في الفولت مع الكوساين فاي مع جذر 3 اللي هو 1.73 عشان في النهاية يطلع لي الكيلو وات. لكن لما نيجي نحسب بقى للترانسفورمر يبقى كيلو فولت امبير ما بنحطش خالص الباور فاكتور. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في أي وقت للتواصل والاستفسارات والمناقشات عن طريق الإيميل اللي موجود أمامكم على الشاشة industrialworktime@gmail.com. في أي وقت مستعد للتواصل معكم ومستعد لأي مناقشات وأي استفسارات. أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. نلتقي الفيديو القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.